أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن اعتزازه بمضامين كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأكد سموه بأن كلمة جلالته رسمت ملامح العمل الوطني في المرحلة المقبلة ووضعت أساسا لتطوير مختلف منظومة العمل في المملكة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن الإشادة الملكية السامية بما حققه قطاع النفط والغاز من تقدم هو وسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في هذا القطاع الهام، وتمثل في ذات الوقت دافعا قويا من أجل مواصلة العمل بنسق مرتفع لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحقيق المزيد من النجاحات لهذين القطاعين الهامين، الأمر الذي يساهم في دعم أعمال التنمية التي تسير بخطى متميزة في ظل العهد الزاهر لجلالته أيده الله. واهتمامي ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مما شكل حافزا لمواصلة تقدم هذا القطاع الهام في المملكة. تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن قطاع النفط والغاز من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام كبير لتنميته وتعزيز مخرجاته لما يسهم في رفض المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله، وأن المرحلة المقبلة ستكون لها أهمية كبرى من خلال البناء على ما تحقق لقطاع النفط والغاز من إنجازات والعمل نحو مزيد من المبادرات والخطط لترسيخ الاقتصاد النفطي والعمل على تحقيق استدامة قطاع النفط والغاز عبر تعزيز الشراكة الوطنية بين كافة القطاعات بما يخلق آفاقا أرحب من الفرص النوعية التي تدعم عجلة النمو الاقتصادي نحو بلوغ أهدافها المنشودة. عهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالسير على توجيهات جلالته نحو تنمية قطاعي النفط والغاز والارتقاء بمنظومتهما وتقديم المشاريع التي تساهم في تطويرهما. كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتوجيهات جلالته الدائمة لدعم القطاعين الشبابي والرياضي في مملكة البحرين والذي يحظى برعاية دائمة من جلالته أيده الله، مشيرا سموه أن القطاع الشبابي دائما ما يكون في أولويات الدعم من جلالته.